حاكم الفجيرة يترأس وفد الدولة المشارك في القمة العربية التي ستنطلق في الكويت الثلاثاء المقبل. جناح شارقة يواصل فعالياته الثقافية في معرض باريس للكتاب وسط إقبال من المهتمين والجمهور. في نشرتنا، هيئة البيئة تنظم فعالية تعداد أشجار السمر في محمية ساحل بردي بالذيد ضمن حملة التوعية البيئية السابعة لمرتادي المناطق البرية. مرحبا بكم متابعينا الأفاضل أينما كنتم، نرحب بكم من مركز الأخبار بمؤسسة شارقة للإعلام لنقدم لكم أخبار الدار، فأهلا بكم. صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة يترأس وفد الدولة إلى أعمال القمة العربية بدورتها 25 التي تستضيفها دولة الكويت يوم الثلاثاء المقبل وتستمر يومين، ويرافق سموه إلى القمة وفد يضم عددا من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين. هذا وترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والذي عقد اليوم برئاسة الكويت في العاصمة الكويتية. وأكد معالي المنصوري أن القمة العربية العادية في دورتها 25 تكتسب أهمية كبيرة نظرا لتوقيت وظروف عقدها في ظل التطورات والتحديات الكثيرة والكبيرة التي شهدتها العديد من الدول العربية وتركت آثارا اقتصادية واجتماعية كبيرة. وناقش المجتمعون الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة في صورتها النهائية تمهيدا لرفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة غدا. كما ناقش المجتمعون مبادرة إنشاء الطاقة المتجددة في ظل الاهتمام بإيجاد طاقة بديلة لمصادر الطاقة التقليدية بالعالم العربي، لأنها عاصمة الثقافة الإسلامية. تقدم الشارقة للعالم ملتقيات ومعارض ومنتديات تزخر بالتجارب التي تعود بفائدتها على المجتمعات. إمارة الشارقة ومن خلال مشاركتها في معرض باريس للكتاب حرصت على تقديم مجموعة من الورش والفعاليات الثقافية التي تعكس الثقافة الإسلامية تزامنا مع اختيار الإمارة عاصمة للثقافة الإسلامية، فكانت النتيجة إقبالا كبيرا من المهتمين والزوار وبالأخص طلبة المدارس والكليات. بعد يوم من الافتتاح الرسمي، المعرض الدولي للكتاب في باريس يخصص مساحة واسعة للأطفال. جناح دولة الإمارات العربية إمارة الشارقة يفاجئ الجميع بورشة خصصت لتعليم حروف اللغة العربية. جمال اللغة يستهوي الأطفال. الفكرة هي أنه يعني ورشة خط عربي بتتعامل مع جمهور يجهل الكتابة العربية، يعني هي أنه يعني نجيب الجمهور، نجذب الجمهور للشيء البصري في الكتابة العربية. يشارك المجلس الإماراتي لكتب اليافعين في صالون دو ليفر لأول مرة بشكل رسمي، ليقوم بالتعريف عن جائزة اتصالات لكتاب الطفل. مشاريع سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لقيت رواجاً كبيراً، ومن أهمها مؤسسة ثقافة بلا حدود التي بادرت بإنجازها سمو الشيخ بودور بن سلطان القاسمي. ثقافة بلا حدود هي مبادرة من الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي لتعزيز ثقافة القراءة لدى مجتمع دولة الإمارات من خلال توصيل مكتبة لكل بيت، وأيضا العمل على برامج وفعاليات ثقافية وورش عمل وبرامج تدريبية للأهالي. الفكرة توسعت، وصيت دولة الإمارات يصل إلى كل بقاع الأرض، وهذا باعتراف منظمة اليونسكو وعلى لسان المكلف بالعلاقات الخارجية. اليونسكو فورمي. يعتبر التعاون بين اليونسكو ودولة الإمارات بمثابة ورشة نمل من حيث المشاريع، ونحن نعتز بهذا التعاون. ومديرة اليونسكو كانت منذ فترة في دولة الإمارات لحضور اجتماع مهم هناك. وجود دولة الإمارات إمارة الشارقة له دلالة أخرى، ألا وهي توطيد العلاقات مع الأمم والشعوب الأخرى.
الفعالية متواصلة إلى غاية 24 من هذا الشهر. دولة الإمارات العربية المتحدة إمارة الشارقة تضرب لكم بالتأكيد مواعيد أخرى في مناسبات أخرى، والهدف هو التعريف بالثقافة العربية وتعليم لغة القرآن. والأجر ضعفان. صبري دهليس لأخبار الدار من مقر المعرض الدولي للكتاب في بورت دو فيرساي باريس. ومن باريس ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أحمد بن ركاظ العمري مدير معرض الشارقة الدولي للكتاب. السلام عليك. عليكم السلام وعلى المشاهدين ومستمعين مؤسسة الشارقة للإعلام في كل مكان. بداية سيد الفاضل، نود أن نتعرف على فعاليات يعني متنوعة حرص جناح الشارقة على تقديمها للجمهور الفرنسي، ومنها فعاليات الخط العربي وتعلم العربية. حدثنا عن هذا الجانب تحديدا. طبعا تأتي مشاركة الشارقة في معرض باريس للكتاب بناء التوجيهات الثانية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ومواكبة كون الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية. ومن هذا المنطلق تأتي هذه الورش لتعريف الجاليات العربية الموجودة في فرنسا، وبالخصوص أيضا الجالية الأطفال الفرنسيين بجمالية هذا الخط العربي والإسلامي، وما تعنيه هذه الثقافة من تميز وتألق على جميع العصور والمراحل التي مرت بها. أن هذه الثقافة وهذه التميز كان لها صدى جميل، ومن خلال هذه الورش التي كانت موجودة في من مشاركة الشارقة كان لها أيضا صدى جميل لدى طلاب المدارس الذين زاروا هذه الورشة. طيب ماذا عن الفعاليات الأخرى التي قدمتها الجهات المشاركة ضمن جناح الشارقة؟ طبعا كانت هناك مشاركة للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وكانت هناك زيارات مختلفة لهذه الجهات، وكان أيضا هناك مشاركة لثقافة بلا حدود، وطبعا كان هناك أيضا اتصال بعدد من الناشرين لكي يشاركوا في البرنامج الحقوق الذي يصاحب معرض الشارقة الدولي للكتاب. كل هذه المشاركات أثمرت مد جسور بين التواصل بيننا وبين الطرف الآخر، وخاصة بين الشارقة والعاصمة الفرنسية باريس. هذا كله يأتي بثماره بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة التي بذلها على مدى سنوات من المشروع الثقافي المتميز لإمارة الشارقة. وكل هذا وهذا المشروع أيضا أتى بثماره من خلال المشاركات الفرنسية التي أكدت مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتم أيضا عقد اتفاقات مع عدد من الشركات التي تقوم بعمل فعاليات خاصة للطفل لكي تشارك في الشارقة خلال السنوات القادمة إن شاء الله. جميل جدا، نتمنى لكم التوفيق. السيد أحمد بن ركاظ العمري مدير معرض الشارقة الدولي للكتاب، لكم كل التوفيق والشكر. العمل الفني المسرحي الملحمي عناقيد الضياء الذي تدشن إمارة الشارقة من خلاله برامج احتفالاتها باختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2014، استقطب اهتمام الشركات الكبرى والمؤسسات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على تقديم رسالة سلام ومحبة إلى العالم من خلال المساهمة بتقديم سيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم التي شكلت المعالم الأولى للحضارة الإسلامية في عمل فني رفيع المستوى. وتضم قائمة الرعاة البلاتينيين للعمل كل من مصرف الشارقة الإسلامي وبنك الشارقة وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو، فيما تشمل قائمة الرعاة الذهبيين كل من شركة نفط الهلال وبي ام دبليو وشركة فاست لمقاولات البناء وشركة المروان للمقاولات العامة كرعاة ذهبيين. بمقر نادي سيدات الشارقة كرم الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة بطولة الأندية العربية للسيدات، كرم شركاء نجاح البطولة التي أقيمت في شهر فبراير الماضي برعاية حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس إدارة نادي سيدات الشارقة. وقام الشيخ خالد بن أحمد القاسمي ترافقه ندى النقبي رئيسة اللجنة التنفيذية مدير الدورة العربية بتوزيع الدروع التذكارية وتكريم اللاعبات الإماراتيات التي توجن بالبطولة تتقدمهن لاعبات طائرة سيدات الشارقة، إضافة لتكريم صاحبات الإنجازات في كل من السلة وألعاب القوى والرماية وتنس الطاولة والمبارزة والقوس والسهم.
مساء أمس في دبي مول شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شهد المهرجان الاحتفالي الكبير الذي أقامته جمعية الإمارات لمتلازمة داون بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يوافق 21 من مارس من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار أريد خدمة صحية. وتقدم سموه المسيرة التي انطلقت من ساحة البوابة الرئيسية من قاعة السوق في دبي مول بمشاركة موسيقى شرطة دبي، وهنأ سموه جمعية الإمارات لمتلازمة داون على الاعتماد الدولي الذي حصلت عليه من المنظمة الدولية للمتلازمة. هذا وشهد الفعالية وتابعها قرابة 200,000 من الجمهور. ضمن حملة التوعية البيئية السابعة لمرتادي المناطق البرية، نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة فعالية اليوم البيئي المفتوح لتعداد أشجار السمر في محمية البردي بمدينة الذيد، وذلك بمشاركة 70 طالبا من الجامعة الأمريكية وجوالة جامعة الشارقة. وشارك الطلبة في الفعالية كل من سعادة هنا سيف السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، ومحمد معضد علي بن هويدن رئيس المجلس البلدي في مدينة الذيد، وعدد من المسؤولين. ويعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه في الإمارة الذي يساهم في رفع الوعي البيئي لدى الطلبة المشاركين وتعريفهم بأهمية الدراسة الميدانية التي تساعد كثيرا في بناء قاعدة بيانات للنباتات والأشجار البرية. هذه نهاية فعاليات الحملة البرية عندنا لسنة 2014، وبنختمها إن شاء الله بتعداد أشجار السمر في محمية البردي. وهذه المحمية اللي إن شاء الله في عام 2015 إن شاء الله بيكون في إطلاق مشروع كبير وضخم. أيضا حبينا أن في هذه المحمية من خلال التعداد أن يكون هناك طلاب من بعض الجامعات، واليوم عندنا الجامعة الأمريكية وهي ضمن المسؤولية الاجتماعية عندنا أن نأخذ هذه الطلاب ويبتدون يشتغلون معنا في تعداد الأشجار المعمرة عندنا في محمية البردي، وهي أشجار السمر. أشجار السمر من الأشجار المهمة عندنا في دولة الإمارات بعد شجرة الغاف، وبالتالي اليوم راح نستعرض كثير عن أهمية أشجار السمر، كيفية حماية هذه الأشجار، أيضا كيفية التعداد. هذه أول مرة احنا نقوم بالتعداد في المحميات الطبيعية إن شاء الله، ولكن إن شاء الله بعد هذه الفعالية بيتم إن شاء الله تعداد عندنا كل الأشجار الموجودة في كل المحميات الموجودة في إمارة الشارقة. نشرتنا ما زالت متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل. مواطن ينشئ محمية بين أحضان الطبيعة لتربية النحل. عودة جديدة نواصل فيها عرض ما تبقى من أخبار محلية، فأهلا بكم. مع شروع بلدية الشارقة في تطبيق برنامج الشارقة لسلامة الأغذية المعروف بالهسب، بدأ يظهر على عدد من واجهات المطاعم ملصق يفيد بحصول تلك المطاعم على شهادة جودة للممارسات الصحية من بلدية الشارقة، مما حفز عددا كبيرا من المنشآت الغذائية لتطبيق هذا البرنامج. دائما ما تصنف المطاعم بحسب قائمة الطعام ونوعه أو طريقة تحضيره وأسعاره وطريقة تقديمه للزبائن، لكن في الشارقة تلك المدينة الصحية لتصنيف المطاعم شكل آخر يعتمد على صحة الغذاء وجودته. الجمهور يقدر يشوف برنامج شارج سلامة الأغذية من زيارته للمطاعم اللي موجودة اللي هي حصلت على الملصق، ملصق الممارسات الصحية الجيدة، بتشوف الفرق بين قبل وبعد، حتى في طريقة الخدمة نفسها، في طريقة التقديم نفسها، في المكان الداخلي للمطعم نفسه. فمع سعي الشارقة للتحول لمدينة صحية في كافة الجوانب الحياتية، تواصل بلدية الشارقة أعمالها الرامية لتحقيق هذا الهدف من خلال تطبيقها لبرنامجها الخاص بسلامة الغذاء المعروف بالهسب ضمن خطة البلدية للحد من مخالفات المنشآت الغذائية، على أن يتم تصنيف المطاعم بحسب التزاماتها بالاشتراطات الصحية بعد الانتهاء الكامل من تطبيق البرنامج.
يعتبر برنامج للمستقبل، برنامج تصنيف، لكن بداية هو برنامج تدريب للعاملين على الممارسات الصحية الجيدة، رفع مستوى التعليم اللي موجود في اللي هم العمال اللي يشتغلون في المطاعم والكافتريات. استحسان البرنامج والتنافس في الحصول على شهادة جودة الغذاء من بلدية الشارقة أمر لم يقتصر فقط على أصحاب المنشآت الغذائية، بل امتد لمرتاديها أيضا. أنا مع هذا الشيء، وخصوصي أنه تكون مصنفة كستار يعني أو كجودة، أو يعني الإنسان بيعرف وين يتوجه أو بيعرف وين يروح إذا هي مصنفة صح، أو حسب جودتها وحسب خدمتها وحسب السيرفيس وحسب باقي الأمور. يعني صراحة هي فكرة ممتازة من البلدية، ومبادرة جيدة، تقييم المطاعم واختيار أفضل مطعم، يعني لأن المرتادين خاصة يدور المطعم اللي فيه مثلا زباين أكثر، مثلا نظافة، طعام جيد. هذا التصنيف الذي بدأت بتطبيقه بلدية الشارقة في مطاعم الوجبات السريعة إضافة لعدد محدد من مطاعم الأخرى، يعد خطوة هامة لتحقيق سعي الشارقة نحو الحصول على الاعتماد النهائي من منظمة الصحة العالمية كمدينة صحية. ننتقل معكم الآن إلى فعاليات أيام الشارقة المسرحية في دورتها 24. ضمن إطار أيام الشارقة المسرحية، نظمت دائرة الثقافة والإعلام ورشة عمل وندوة ثقافية اتسمت بمناقشات ثرية من نخبة من النقاد والمخرجين الشباب. أيام الشارقة المسرحية امتازت هذا العام بتنوع عروضها وورشها وندواتها التي تقام على هامش المهرجان لخلق حالة من النقاش بين المشاركين من خلال طرح مداخلاتهم وتساؤلاتهم. ففي الورشة الأولى للدكتور عبيد باشا، كيف نكتب مقالا صحفيا عن العرض المسرحي، تم تسليط الضوء على كيفية سياق وكتابة مقالة نقدية حول المسرح وإبداعاته. يعني كيف نكتب مقالا نقديا حول المسرح بحضور مجموعة من الكودات الضرورية، يعني من الكود التاريخي، الخلفية التاريخية، العمق التاريخي، وصولا إلى الراهن المسرحي وربط الاثنين ببعضهما. أما الندوة الثانية فجاءت تحت عنوان المسرح العربي هل من جديد، لتطرح تجارب بعض المخرجين الشباب في المسرح العربي وواقع هذا المسرح، وذلك من خلال عرض أفكار جديدة وتسليط الضوء على علاقة المسرح العربي مع العالم والمسارح العربية، ووضع المسرح العربي على خارطة المسرح العالمي. طرحت بعض المواضيع الساخنة المهمة جدا والتي متعلقة بالجديد في مسرح سوريا، تونس، مغرب وإلى آخره. هذه التجارب هناك تباين في الموقف منها. هاتان الورشتان اللتان ضمتا مجموعة من الصحفيين والكتاب والنقاد المسرحيين جاءتا لتدعم الهدف الحقيقي، وهو تأسيس المسرح العربي تمثيلا وإخراجا، فهو لقاء يتجدد بينهم ليتعرفوا ويعبروا ويتفاعلوا مع أجواء أيام الشارقة المسرحية. ندوات وورش أيام الشارقة المسرحية هدفها طرح وعرض بعض القضايا والحلول التي تهم المسرح العربي والمسرحيين. لأخبار الدار، فايزة الضنحاني. وقبل الختام نذهب إلى جبال دبل فجيرة، حيث دفع حب المواطن علي الضنحاني لهواية البحث عن العسل إلى إنشاء محمية بين أحضان الطبيعة لتربية النحل وتوفير بيئة ملائمة لإكثاره. محمد رمضان زار المحمية وجاء بهذا التقرير. حبه لمهنة جمع العسل التي توارثها من آبائه وأجداده دفعت علي الضنحاني للتفكير بكيفية الحد من هجرة النحل من الجبال لندرة الأزهار فيها نتيجة قلة الأمطار في السنوات الماضية،
فلجأ الضنحاني إلى إنشاء محمية وسط الجبال قبل أكثر من 25 عاما. توجهت إلى حاكم الإمارة الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة، عرضت عليه فكرة إنشاء المحمية، فأمر البلدية بمنح قطعة الأرض وسط الجبال لإقامة عليها المحمية. بعدها اتجه الضنحاني إلى بناء البرك وحفر الآبار وسط الجبال وزراعة أشجار السدر والسمر وبعض الأعشاب والنباتات لتوفير بيئة ملائمة للنحل. فالحمد لله من 87 إلى حد الآن ابتدت المحمية تعطي ويزيد الانتاج، بل النحل يتكاثر ويستقر في الموقع. بعد استقرار النحل وتكاثره زاد انتاج العسل لأطعاف مضاعفة بالمحمية، وأصبح الضنحاني يطرح العسل المحلي في الأسواق. أنتج في الموسم الواحد من النحل الحر ما يقارب 200 كيلو، ومن نحل الخلايا أنتج 3000 كيلو إلى 7000 كيلو في موسم السدر أو موسم السمر. الإقبال الحمد لله إقبال كبير، وكل يوم بتطور وكل يوم بزباين جداد من داخل الإمارات أو من أبناء مجلس التعاون أو الدول الأوروبية والدول الآسيوية. الحمد لله الآن عسل الإمارات أصبح مشهور. مهنة العسال لا تخلو من المخاطر وتحتاج إلى مهارات للتعرف على أماكن خلايا النحل. عن طريقة أشعة الشمس نقدر نخمن النحل وهو متجه إلى مواقع المراعي والخروج من الكهوف، وعن طريق موارد المياه وعن طريق المراعي وعن طريق نقط العسل. الصعوبات كثيرة، منها الانزلاقات من الجبال، العطش، الحر، الجوع، الدبابير، الأفاعي، العقارب. وقاتنا قاعد يوم ويومين وثلاثة أربع أيام نعزف في الجبال. بعد أن قضى أكثر من 35 عاما بممارسة هوايته، أصبحت الجبال مملكة للضنحاني يجد فيها راحة باله مع رفيقه الحميم النحل. مهنة العسال رغم صعوبتها وقسوتها إلا أن الضنحاني وأمثاله لا يزالون محافظين عليها من الاندثار. لأخبار الدار محمد رمضان، دبل فجيرة. إذن من بين خلايا النحل نصل إلى ختام أخبار الدار. تقبلوا تحيات فريق العمل، شكرا لطيب المتابعة، وإليكم التذكير بأبرز العناوين. حاكم الفجيرة يترأس وفد الدولة المشارك في القمة العربية التي ستنطلق في الكويت الثلاثاء المقبل. جناح الشارقة يواصل فعالياته الثقافية في معرض باريس للكتاب وسط إقبال من المهتمين والجمهور. وكان في النشرة هيئة البيئة تنظم فعالية تعداد أشجار السمر في محمية ساحل بردي بالذيد ضمن حملة التوعية البيئية السابعة لمرتادي المناطق البرية.